وبنكمل مع حضراتكم مشاهدينا من داخل سيتي سكيب ومن داخل شركه كونتاكت للتطوير العقاري، وحبينا ان احنا نتكلم دلوقتي مع المهندس طلعت السويدي رئيس مجلس اداره مجموعه السويدي الصناعيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. النهارده كان في شراكه ما بين شركه السويدي حضرتك وكونتاكت للتطوير العقاري، كلمنا عنها. يعني طبعا يعني تحياتي للساده المشاهدين اولا ولحضرتك وللقناه اون. انا سريعا كده احكي لحضرتك، انا عندنا قطعه ارض هي طولها 42000 متر، ما هيش كبيره قوي، ولكن كل يعلم طبعا ان السويدي عنده يعني الاذرع اليمنى واليسرى ان يقدر يبني هو بنفسه ويعمل مشروع صاير زي كده ما فيهوش مشكله. ولكن صداقتي للشركاء الثلاث اللي هو المهندس عبد اللطيف والمهندس خالد والاستاذ احمد ومجموعه كونتاكت، حبيت ان احنا نبدا بمشروع كده ان شاء الله انا شايفه مشروع جديد بالنسبه لشركه كونتاكت، لان هم ما عملوش قبل كده كومباوندز، وده اول كومباوندز يتعمل في ناحيه اكتوبر والشيخ زايد. كل مشاريعهم انا عارف ابراج ناحيه العاصمه الاداريه ومشاريع تانية في التجمع، فدي تجربة جديدة لينا وليهم، وأنا متفائل فيهم خير إن شاء الله إن احنا نطلع بمشروع محترم يلاقي قبول من الناس، لأن هو يعتبر لمتوسط الدخل وليس للهاي ليفل أو اللو ليفل، لأن هي كلها الفيلل بأحجام ما هيش أحجام كبيرة، ولكن تقضي الغرض لأي حد عاوز يعيش عيشة محترمة في مكان محترم. هي موقعها قدام صادق وقدام عند على وصل الدهشور، فربنا يوفق كونتاكت ويسعدنا احنا بالمشروع ونحس احنا عملنا حاجة للناس تبسطها ان شاء الله. صحيح، ربنا يوفق الجميع. حضرتك شايف ليك وجهة نظر في الشيخ زايد والتجمع، هل القطاع العقاري محتاج مشروعات اكتر في المنطقة دي؟ ده اكيد. احنا مش عايزين نقول الشيخ زايد واكتوبر، لا، لما نيجي نتكلم وانا ده اللي شايفه حتى في المنطقة اللي احنا نعمل فيها المشروع، اي مشروع بيفكروا يبنوا قبل ما بيكون بيبني يمكن ربع بيبقى بايع المشروع بالكامل، لان هي المشاريع اللي هناك كلها احجامها صغيره ما هياش كومباوندز كبيره. الشيخ زايد محتاجه، والدليل ان اللي بيتعرض بيتباع. صح. مصر كلها من ضمن اعتماد الشخص المصري او المصري دايما بيحب ان تو انفست او يستثمر في حاجه ضامن فيها فلوس. صحيح. طبعا بعد ارتفاع الدولار وبعد اللي بنشوفه في الاقتصاد ده مخلي المواطن دايما خايف، فما عندوش حل غير يا يشتري عقار عشان يعوض فرق الدولار، لان الطبيعي العقار هيزيد بنسبه الدولار مع الوقت ويحافظ على قيمه فلوسه، لان هيدور انه يجيب دولار ويعينه في بيته. صحيح. طب احنا بنتكلم از بزنس كيس في مصر، الدولار في البيت بيخسرنا اقتصاديا، فانا الافضل ليه هو يامن على الدولار بتاعه انه يجيب العقار، والعقار هو اللي هيحمله الفلوس بتاعته، افضل بكتير من ان انا اروح احط الفلوس المصري في البنك او غيره. ومش الصح، انا دايما بقول للناس اللي راكن فلوس ومش عاوز يجيب بيها حاجه هو الخسران. صحيح. الافضل له انه يرميها في اي حاجه، في اي مجال، وانا بقول في السوق العقاري احنا كلنا بنعمل كده، اي حد عنده قرش فايض لازم يحطه في عقار، لان العقار هو الوحيد اللي لازم يزيد مع الوقت مع نسبه الدولار، ولكن مش في نفس النسبه. يعني بنقول الدولار حتى لو هو طلع من 20 الى 40 في خلال سنتين، ده مش معناته ان لازم العقار يطلع برضو الضعف في خلال سنتين، العقار ممكن يوصل للكلام ده في 5 سنين، لكن بيحافظ على الفلوس، القيمه، انت ضامنه في الاخر ان قيمه فلوسك هتاخديها، ما بقولش هتاخديها دولار، لكن هتقدري تاخديها بالمصري اللي تشتري بيها الدولار لو محتاجه. صحيح صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، يعني مجموعه السويدي مجموعه كبيره واحنا كلنا طبعا عارفينها، ايه اخر التطورات اللي موجوده عندكم؟ احنا عندنا 4 شركات، واحده مقاولات، واحده صناعيه، واحده تجاريه، ودخلنا بقى في الريل ستيت او الكلام ده لسه جديد. انا متفائل كل الخير ان شاء الله، لان احنا عملنا مثلا مصنع جلفنا، المصنع ده اعمق حوض جلفنا في الشرق الاوسط، والحمد لله جودته واضحة. مشروع زي المونوريل كله جلفانة المونوريل دي من عندنا، مشاريع كبرى كتير جدا من عندنا من المصانع، الحمد لله احنا واخدين شير كويس قوي من السوق. عندنا الإضاءة بتاعتنا، عندنا مصنع الحديد، عندنا مجموعة مصانع، عندنا لوحات، عندنا، مش عايز اكلمك على شغلنا لان هو مفتوح، عندنا التجاري بنبيع طبعا كل حاجة كهرباء عندنا برضو. هل حضرتك بتطوروا في المصانع يعني زي التطوير اللي احنا بنشوفه النهاردة على الأرض؟ بص حضرتك،
اي حد في الدنيا لو ما طورش من نفسه، مش مصانع او تجاري او اي مشروع صغير، لو ما طورش من نفسه البني ادم، حضرتك لو طورت نفسك ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الناس تشوفك، تبدا صحيح. تشوفك بطريقه تانية، تبدا تفكر عنك بطريقه تانية. فانا بسالك سؤال، حضرتك طورت من نفسك ولا لا؟ كل يوم بنطور من نفسنا صحيح، واحنا بنفس الطريقه في حضرتك كل يوم بينزل تطوير على مستوى العالم، اذا كان الصناعه، اذا كان في الاداره، اذا كان ان ما كناش احنا نواكب التطور ده هنفضل في مكاننا. حضرتك مثلا زي الاضاءه كنت بتقولي، يعني انتوا مثلا بتتابعوا ايه اخر صيحات طبعا الاضاءه اللي موجوده بره في العالم ونجيبها النهارده في السويدي ونصنعها ونخرجها للناس؟ يعني حضرتك الاضاءه بالذات دي اصلها ده بحر واسع جدا صحيح. كل واحد حسب عمره، في ناس حضرت الإضاءة من أيام كانت اللمبة العادية، وبعد كده حبينا نطور عملنا لمبة زيبق، عملنا لمبة صوديوم، عملنا يعني ميتل هالايد، جينا بعد كده عملنا الموفرة، جينا بعد كده دلوقتي اللي هو اللي في العالم كله وده نمبر وان هو الليد. احنا الحمد لله احنا المصنع الوحيد اللي في الشرق الأوسط اللي بيصنع كل منتجات شركة فيليبس في مصر. عندنا البورتفوليو بتاعنا إضاءتنا وموجودة في كل الأماكن وفي كل المحلات. احنا الحمد لله ما فيش معرض للإضاءة يتعمل غير لازم نروح نشوف أحدث حاجة فيه إيه، ولازم نعمل من نفس ولازم المتاجة. نعمل ده وننقله هنا في مصر، وده يعني بنشوف دايما الشركات الكبرى اللي في الإضاءة دايما بنشوف هما بيعملوا إيه وإحنا ماشيين وراهم، لأن أكيد هما دراستهم بتبقى أقوى بكتير جدا مننا. صحيح. رأيك إيه باشمهندس في التطور اللي بيحصل النهاردة في القطاع العقاري في مصر؟ بص حضرتك، هو تطور طبعا ملموس من الجميع، والمشاريع مش قليلة، والناس اللي بتشتري مش قليلة على فكرة، لأن الدليل إن المشاريع بتطلع وبتتباع وبتسكن صحيح. هناك مشاكل، ده طبيعي للناس كلها، ما نقدرش يجي نحمل مشاكلنا على مشاريعنا، لأن ما فيش شغل من غير مشاكل صح. فيجي واحد سوري هو مش أصلا مش ناجح في شغلته، دايما يتحجج بالمشاكل. احنا في مشاكل احنا عارفين، نقدر نقول ان الفرق ان الناس اللي بتشوف الحاجة الإيجابية وتأنفست فيها وتبص عليها وتكبرها، ده المهم اللي احنا نتعلمه. يعني احنا في السوق حضرتك وبنقولها الحمد لله، احنا وغيرنا في ظل الازمات اللي احنا فيها، في الاخر احنا الحمد لله بنشتغل بنبيع صحيح. بنكسب صحيح. ولكن الظروف احنا عارفين ان في مشكلة في تدبير الدولار، عندنا مشكلة في كده، ولكن احنا لازم ندبر امورنا عشان نقدر نشغل ونكمل. احنا ورانا ناس بتاكل عيش من ورا الاماكن دي. بشكرك جدا يا باشمهندس، سعدان حضرتك كنت معانا.